السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم مشاهدينا متابعينا الأعزاء، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم في الشارقة، واليوم إن شاء الله متواجدين وياكم في مكان جميل ومكان أيضا يتميز بمجموعة كبيرة من الطيور وأشياء كثيرة. طبعا احنا الآن موجودين في محمية واسط للأراضي الرطبة، تعالوا ويانا بنشوف شو موجود عندنا في هذه المحمية. مشاهدينا الاعزاء وصلنا وياكم الى داخل المركز، مركز واسط للاراضي الرطبه. طبعا ويانا مرشدتنا اختنا شيخه. شيخه تعرفينا باسمك وعلى المكان ايضا نفسه. معك شيخه الزعابي مرشده من مركز واسط. حياك الله. طبعا انتم الحين في جوله داخليه من مركز واسط للاراضي الرطبه. نعم، احنا في اول جوله عندنا من داخل المركز مشاهدينا الاعزاء، وطبعا شيخه بتعرفنا على الموجود اللي هنا. فطبعا مركز واسط هو ثقافي وتعليمي ونفس الوقت يعرض لنا مجموعه من المخلوقات اللي موجوده عندنا من الطيور اعتقد، وشيء بعد عندنا من الحيوانات. صح اخوي، مركز واسط يعتمد على هذا الاعتماد الاساسي انه هو مركز ترفيهي وتعليمي. ترفيهي وتعليمي نفس طبعا الجوله الداخليه بنتعرف على 7 بيئات مختلفه. نعم. من البيئات المختلفه للطيور، وكل بيئه تختلف عن الثانية. عن الثانية بوجود الطيور وأعداد الطيور الموجودة داخل، على حسب أيضا الأعداد والأحجام والأنواع والأحجام هي. نعم. والتكيف اللي يكون من بينها. تمام زين، الحين احنا ما شاء الله المجموعة الطيور اللي موجودة عندنا هل هي كلها مستوطنة أو مهاجرة أو تم إحضارها طبعا هني للتربية أو للتكاثر؟ طبعا الطيور الموجودة هني للتكاثر. صحيح، لأن معظم الطيور الموجودة عندنا فيها نصها محلية ونصها مش من الدولة. نعم، مستوردة. مستوردة مثل عندنا هالنوعين الحين، احنا مثلا الحجر العربي ولا ابو منجل. ابو منجل هي. بس اللي يميز البيئة، بيئة الطيور هذه اللي هي بيئة الوديان. بيئة الوديان. الوديان. نعم. الطير هذا ابو منجل هذا اللي هي موجود هنا. اي هذا. نعم. اللي شوف هذا. هي نعم. هذا الطير مهدد بالانقراض. احنا عندنا 6 انواع من الطيور موجودة هني في المركز الداخلي مهددة بالانقراض. مهددة بالانقراض. وهذا من أبرز الطيور المهددة. وحين تكاثروا عندنا ولا ما؟ طبعاً تكاثر؟ شوف الحين موسم تكاثر. عشان أنا أشوفه. طبعاً هي الحين عنده موسم تكاثر، شوفه. ما شاء الله. طبعاً هم في. كم العدد اللي موجود عندنا حالياً أختي شيخة مثلاً ما شاء الله من هاي الطيور؟ تقريباً من هاي الطيور يعني في حالة تكاثر لحد الحين ما تقدر تجزم هي. لأن عندنا وخارج الدولة أيضاً الناس حافظون عليها في جهات مثلاً أو دول معينة. في دول معينة صح. تحافظ عليها. تحافظ عليها. بس إحنا ليش جايبينها هني؟ عسى بنفهم الناس إن هاي الطيور ليش مهددة بالانقراض وشو واجبنا إحنا كمركز واسط. نعم. لحماية. لحماية الطيور هذه. نعم. ما شاء الله. طبعاً مركز واسط مشاهدينا الأعزاء يعتبر من المراكز المعروفة على مستوى العالم، وإن شاء الله أيضاً نال كثير من الجوائز، لكن نتكلم في هذا الموضوع في مراحل ثانية من هذه الحلقة. نحن الآن مستمرين معاكم مع هذه الجولة الجميلة مع أستاذ الشيخة. شيخة انت خبرتينا المكان يعني تعليمي اكثر عن ما هو مشاهده الطيور. انا من دخلت الحين لاحظت ان طول الممرات في عندنا اللوحات ومجموعه من الطيور وتعليمات او معلومات، فخبرينا نبدا عن هذه اللوحات الموجودة. طبعا هاللوحات او لوحات تعليميه مبسطه حق الزائر. نعم. بلغتين، العربي والانجليزي. نعم. طبعا مفصله عن الطائر، بدا الزائر شويه يعني إلى بعض من الغموض، الفضول انه يبغى معلومه. شو معلومه؟ وزن الطائر، حجمه، اسمه. طبعا كله موجود في اللوحات وبطريقه مبسطه وباللغتين. نعم. يعني يسهل على الزائر. هني عندنا مثلا الطير هذا مثلا معين يجيب فقط 4 بيضات. 4 بيضات. 14 سنه مده الحياه. يظل بعدها تقريب
تقريبا يعني هي يعني يحط اربع بيضات، يمكن يحط ثلاثة، يمكن يحط اثنين صح. يعني هذا هو تقريبا هو يحط في هذا اربع يعني اربع في الموسم نعم. ولا هذا يقول لك مثلا 14 سنة انه مثلا يعيش، طبعا لو تلاحظ كله تقريبا نعم. بس الفكرة الاساسية عن الطائر معلومة بشكل مفصل شوي عن طبعا عندنا نوع هذا من الطيور اللي هو الحجواله. شيء طيب والله معلومات هذه تعرفونها عن هذه الطيور. طبعا احنا شاهدنا الكثير من هذه البرامج مشاهدين الاعزاء على التلفاز، وعرفنا ان احيانا فترة التزاوج الذكر هو اللي يجهز العش الزوجية طبعا وكذا، لكن ايضا عار طبيعة موجودة عندنا في هذه المراكز الموجودة في إمارة الشارقة، وشيء جميل ما شاء الله. طبعا احنا مستمرين ونمشي وياكم نشوف مجموعة من الطيور اللي موجودة عندنا في هذا المركز. يلا اخوي سلطان بندخل نعم. على شو البيئة الطيور الصبخات اللي طيور الصبخات طيور الصبخات نعم. اللي يميز هالبيئة ان معظم الطيور موجودة افريقية افريقية، طيور افريقية موجودة عندنا في إمارة الشارقة في هذه المحمية مثل ما تشوفون عندنا. الشيخة تعالي كذا بس عشان نشوف الطيور بشكل اوضح. ما شاء الله هناك عندنا عندك البلشون الرمادي نعم اللي هو هذا اللي شوفه اللي واقف جدا هذا اللي واقف واللي نعم. قاعد الاثنين هذين طبعًا هاللوحة اللي مميز فيها إن يراويك إن الذكر أحلى عن الأنثى، وطبعًا هذا وايد يزعل الإناث من الزوار إن الذكر أحلى عن الأنثى. شوف صحيح، بس هو لازم يكون الذكر أحلى عن الأنثى. ليش؟ لأن هي تختار، هي تختار. سبحان الله، شوف ذكر أنثى، ذكر أنثى. تحس إن الأنثى شو لونها؟ طاير، لونه مختلف خفيف مثل عندك الطاووس. طاووس نفس الشيء بعد، هو ما شاء الله الطاووس شكله جميل بالبيض والأنثى تحسها عادية عادية والله صحيح. نعم، وهني عندنا أيضا مجموعة من الطيور اللي موجودة مشاهدين الأعزاء في هذه المحميات مثل ما تشوفون عندنا هني بعد. هذه أحسها مكان غامض، ليش؟ هذا البيئة أحواض القصب، هذا اللي فيه الطائر البلشون الجبار. البلشون الجبار أبرز هذا وأكبر الطيور في العالم قسم البلشون، ما شاء الله موجود عندنا. هو اسمه بلشون الجبار. بلشون الجبار هذا اللي خبرناكم عنه تقريبا ارتفاعه او طوله 155 يوم يفتح جناحه يوصل مترين. ما شاء الله ما شاء الله مترين. هذا موجود هناك الذكية. كم عندنا كم من الطيور الموجودة عندنا هنا؟ تقريبا هو ثلاثة ولا أربع حالي، ثلاث إلى أربع طيور من هذه الطيور الموجودة. طبعا البلشون الجبار شيخ يعطيك العافية على الجولة الجميلة طبعا في هذا عافية. المركز، لكن عندنا سؤال نبغى نعرف شو إنجازات المركز ما شاء الله من افتتاحه إلى الآن، يعني الجواز اللي حصلها المركز، التميزات طبعا اللي موجودة في هذا المكان. عندنا أهم إنجازين سوينا في عام 2019 اللي هو اتفاقية رمسار وجائزة آغا خان. رمسار، اتفاقية رمسار في 2019 وجائزة آغا خان. آغا خان خبرينا عن الجائزة شوية، طبعاً لأن اسمها غريب شوية. صح، طبعا هاي الجائزة يعني عالمية، وطبعا لنا فخر أن مركز واسط فاز بهالجائزة، لأن فخر لإمارة الشارقة وللمركز ولدولة الإمارات بشكل عام بعد. بالضبط، إن شاء الله. أكيد في كل مسابقة في معايير خاصة للفائز. هي بالضبط، طبعا من معايير جائزة آغا خان أول شيء المكان
تصميم شرط ما انت تشوف. نعم تصميم اول ما دخلتوا انتوا نزلتوا طابق ارضي صحيح، يعني احنا الحين الباركن فوق، المواقف تكون فوق ونحن فوق. تحت الارض نعتبر الحين هذا نوع، هذا مميز في المبنى مركز واسط، لان اول شيء هذا تساعد الطيور الخارجيه ان تحس بنوع بالسيفتي اكثر، انه ما في مبنى. وثانيا السبب الثاني ان احنا مركز تعليمي هادف، شو اللي نوصله حق الناس؟ صحيح. لأن أول شيء لا تنسى كنا بيئة عادية، الحين صار بيئة تثقيفية ومحمية. نعم. نوصل المعلومات الجميلة اللي الناس وايد ما تعرفها عن دور مركز واسط الأراضي. صحيح. حتى مشاهدين الأعزاء تصلون المركز هذا، أول ما تصلون المكان على إيدكم اليمين بتحصلون مثل مركز تعليمي، هو عبارة عن حتى شبه حضانة اللي هو تعليم للأطفال، بالإضافة إلى محل كبير داخل فيه مجموعة من الصور والكتب الموجودة. أستاذ الشيخ الزعابي شكرا جزيلا وجزاك الله خير وعلى هالجولة الجميلة صراحة، وتعلمنا وأخذنا معلومات كثيرة. نبات توجهين كلمة أخيرة للمشاهدين تخبرينهم عن المكان يزورونكم وتوقيت الزيارة في شهر رمضان. طبعا أنا أتمنى أن يزورون المركز لأنه وايد بيستفيدون، وايد في معلومات جميلة، وغير أن توقيتنا إحنا مفتوح تقريبا في من الساعة 9 مثلا 9 صباحا لحد الساعة 6:30 مساء. هذا في شهر رمضان. في شهر رمضان لا يختلف. شهر رمضان اللي هو من الساعة 9:30 لحد الساعة 1:30 لغاية 1:30 المساء بالضبط. أما في الأيام العادية عندهم من وقت طويل، يعني من الساعة 9 لحد الساعة 6:30 بالضبط. مشاهدينا الاعزاء وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم في الشارقه، وطبعا من هذا المكان المميز وعندنا سؤال في كل ختام حلقه. سؤالنا يقول اليوم مشاهدينا الاعزاء ركزوا معنا في السؤال ان شاء الله. السؤال يقول في اي عام حصل مركز واسط للاراضي الرطبه على جائزه اغا خان؟ ونتري ان شاء الله الاجوبه على تطبيق مرايا، وفوزوا معنا بجائزه قيمتها 1000 درهم مقدمه من هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون. وخلكم ويانا وتابعونا كل يوم ان شاء الله نحن في مكان جديد في الشارقه، وحياكم الله. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.